السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. يعاني العراقيون في الداخل منذ 16 عاما من أزمة غياب الكهرباء المستمرة، والتي قادت في كثير من الأحيان العراقيين إلى الخروج بمظاهرات مطالبة بحقهم في الحصول على الكهرباء، خاصة وأنهم يعيشون في بلد لديه القدرات المادية والبشرية على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفيرها في كافة البيوت العراقية. إلا أن هنالك أطرافا يبدو أنها لا ترغب بحصول المواطن على قدر بسيط من حقه في الحياة. هذه الأطراف هي الأطراف الحاكمة والتي تناوبت على حكم العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وبحسب تقارير رسمية فقد فقد وأنفق العراق أكثر من 41 مليار دولار على قطاع الكهرباء حتى عام 2014. ورغم هذه الأموال الهائلة التي كانت لتكفي أن يصبح العراق بلدا مكتف ذاتيا من الطاقة الكهربائية، بل تقوده ليصبح بلدا مصدرا لهذه الطاقة، يحرم العراقيون من الحصول على قدر بسيط من الكهرباء. وفي تصريح لوزير الكهرباء الحالي لؤي الخطيب قال إن المشكلة ليست في إنتاج الطاقة الكهربائية، بل في الخطوط الناقلة للكهرباء، وذلك بسبب المعارك مع تنظيم الدولة والتي قادت إلى فقدان العراق لما نسبته 18% من خطوط النقل. لكن هذا التصريح يقودنا إلى سؤال، وهو ماذا عن المحافظات التي لم تحدث فيها أي عمليات عسكرية، والتي لم تطأها قدم تنظيم الدولة، بل ولم تطلق فيها رصاصة واحدة تحت مسمى عملية عسكرية؟ ثم يخرج النائب السابق رحيم الدراجي في لقاء تلفزيوني ليقول إن رئيس وزراء سابق تحدث مع أعضاء في حزبه عن الوزارات التي يجب أن يطالبوا بها، فقال هذا رئيس الوزراء عندما سئل عن وزارة الكهرباء تحديدا إن الكهرباء في العراق لن تأتي إلى يوم القيامة، وكان هذا تصريح رئيس وزراء. ليبقى السؤال هنا، هل يكفي العراقيين أن يخرجوا بتظاهرات موسمية عندما يأتي الصيف أو يأتي الشتاء للمطالبة ببعض الخدمات التي لن تتحقق بحسب تصريحات المسؤولين؟ أم أن عليهم أن يقوموا بثورة شعبية واحدة عارمة ليزيحوا كل المسؤولين في العراق الذين كانوا ولا يزالون السبب الرئيس والوحيد في دمار البلد؟ الكهرباء في العراق سراب يلاحقه العراقيون، هو عنوان هذه الحلقة من منبر الرافدين، والتي بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا رسائلكم النصية. فاصل ونعود. نعد الناخب العراقي أن نبني دولة مؤسسات في الفترة القادمة. خدمات خدمات خدمات. نعطي المواطن كهرباء، ماء صالح الشرب، هذا مي المطور، مي نظيف، مي عراقي، مدارس، صف الخامس صار طلب يسيح، عاوز ابوس ينتظر لي حظك. ونعد كل مواطن، كل مواطن من حقه عمره 18 سنة فما فوق، كل مواطن له قطعة أرض وله راتب من الدولة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لدينا بعض المقاطع والمواضيع التي نتحدث بها ونعرضها لحضراتكم بهذه الحلقة لهذا اليوم. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عبر، وفي كل مرة طبعا يخرج بها بخطاب أمام وسائل الإعلام، يطل بها طبعا من خلال مؤتمره الأسبوعي، عن زيادة ساعات تجهيز الكهرباء في العراق، والتي قال فيها أنها ستشهد تحسنا ملحوظا. وطبعا هذه الوعود هي واحدة من مجموعة كبيرة من الوعود التي تعطى من المسؤولين في العراق بقضية الكهرباء تحديدا، فنشاهد. والخطة أن ننتهي من الصيانة في 31/5، في نهاية هذا الشهر ننتهي من الصيانة، تدخل المحطات معظمها، وهناك محطات أخرى جديدة تدخل. اليوم صوتنا على مشروع يوفر للبصرة 140 ميجاوات إضافية تدخل خلال أسابيع لم تكن في إطار الخطة السابقة.
إذن هناك متابعة جيدة فيما يخص الكهرباء أيضا. كذلك الآن بعد ما دخلت كثير من محطات التوليد الكهربائي إلى الخدمة كما ذكرنا سابقا، معدل اليومي حقيقة يزداد بشكل أكثر بحدود 3000 ميجاوات عن العام الماضي مقارنة بنفس اليوم. اليوم يوم ثلاثاء، في نفس اليوم ثلاثاء في العام الماضي سنجد فرق في معدلات التحميل، سواء في تحميل أعلى شيء يصل ما يسمون معدلات الذروة أو تحميل الذروة أو معدلات الحمل الموجود خلال يوم كامل. فهناك تقدم مهم في مجال الكهرباء. الكهرباء من حيث الإنتاج هناك تقدم مهم، هناك تقدم مهم. الآن نحن نبلغ معدلات 16 أحيانا 17 ألف ميجاوات، وهذا التقدم بمعدل لا يقل عن 3000-4000 ميجاوات في نفس اليوم من العام الماضي. الآن نصدر جدول أكثر فأكثر سيعمم، يقارن يوم بيوم عن العام الماضي كم نسبة التقدم حسب المحافظات والمجموع الكلي. هناك تقدم مهم في حقيقة تجهيز الكهرباء. يقينا ساعات التزويد ستزداد بشكل واضح، لكن هناك يعني ملف الكهرباء نحتاج إلى وقت آخر لحله بشكل حاسم. وأعتقد ما وقعنا من اتفاقات سواء مع سيمنز أو جي إي أو ما لدينا من مشاريع في هذه المجالات، ممكن فعلا الآن نسير في طريق صحيح لحل أزمة الكهرباء اللي اليوم عمرها في العراق ما لا يقل عن 30 سنة. التجهيز ارتفع، معدل الإنتاج اليوم يتجاوز 18 ألف ميجاوات، وهذا إنجاز كبير مقارنة بالعام الماضي لتقدم 3000-4000 ميجاوات. هذا إنجاز كبير، زيادة ساعات التجهيز هذا إنجاز كبير. مشاهدينا الكرام، العراقيون لديهم رد على تصريحات رئيس الوزراء بخصوص الإنتاج وبخصوص التطور الذي يحدث في قطاع الكهرباء العراقي. دعونا نشاهد حال أطفال مدينة البصرة، محافظة البصرة جنوب العراق، في ظل طبعا عودة مسلسل انقطاع الكهرباء. ويتزامن هذا طبعا، هو يستمر طول السنة لكن تكثر قضية انقطاع الكهرباء في فصل الصيف تحديدا مع وصول درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية في بعض المحافظات العراقية. فنشاهد. يريدون كهرباء هاي الأطفال، وزير كهرباء ما تباوع لحالهم، كهرباء موتنا والله موتنا. شنو ذنبهم ما أدري، نبهم هاي الطفلة هاي راح تموت والله. شوف ها وزير كهرباء، شوف وقالها ما ها بالعباس من ورا الحار، شوف من ورا الحار، شوف ها ها شوف حظك وبختك والله. حتى عوجت رقبتها، عوجت رقبتها هاي الطفلة، شنو ذنبها هسه هاي لا كهرباء الساعة بالوحدة، ويقولون ساعتين نشغل وساعة نطفي، ماكو كهرباء تشتغل دقيقة وعشر ساعات طافية. المن نشتكي لله بس، ولا هم الحكومة ما وراهم بس الهلاك وسفك الدم. طيب، قد يقول البعض بأنها حالة فردية. دعونا نشاهد موضوع آخر أيضا مرتبط بقضية انقطاع الكهرباء ومدى أهمية هذا المقطع الذي ستشاهدون الآن بالنسبة لحياة الناس. في مستشفى أبو الخصيب في محافظة البصرة دعونا نشاهد انقطاع الكهرباء. أنا بطوارئ أبو الخصيب، وهاي المرضى هنا قاعدة برا، شوفون كهرباء ماكو، ظل العالم برا. قد يقول البعض بأن المشكلة في البصرة فقط، دعونا ننتقل إلى مستشفى في الديوانية كذلك. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ هاي صار فوق النص ساعة طافية الكهرباء بمستشفى الديوانية، هاي المرضى ضالة، يعني شنو ذنب هالناس وشنو ذنب المرضى؟ يعني كانوا مرضى عايشين على الكهرباء على الأجهزة، يعني شنو ذنبهم صار فوق النص ساعة؟ إلك الله يا عراق. يعني الله يرضى، محمد يرضى، هاي صار فوق الساعة الكهرباء طافية بمستشفى الديوانية والمرضى ضالة. يعني كان المرضى تحتاج كهرباء عايشة على أجهزة، صار فوق الساعة طافية الكهرباء، الله يرضى يا محمد. شنو هالمشكلة هاي؟ هاي دور يردوا لحاكم جعفري، هذا الحاكم الجعفري، شوفوا هاي مستشفى الديوانية. النائب السابق رحيم الدراجي تحدث في لقاء متلفز، طبعا بحسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المقطع وبحسب ما تداولته بعض المواقع والصحف الإخبارية،
قيل بأنه كان يتحدث عن حيدر العبادي تحديدا. عموما إن كان العبادي أو المالكي لا تفرق، لأنه الموضوع كان عن رئيس وزراء قاد العراق بغض النظر عن من هو. اسمعوا لهذا التصريح عن تداول المناصب في العراق، لكن النقطة الهامة عندما يأتي إلى ذكر قضية الكهرباء، فلنستمع. أنا بالتحالف الوطني جينا نخلي رئيس وزراء، خلاص قلنا له يا أبي أنت اختار لنا الوزارات للتحالف، عوف الساي نختار لنا وزارات للتحالف. قلت الرئيس الوزراء أي اختار لنا وزارات للتحالف، وحتى بعد اكو لجنه مشكله تتفاوض ويا السنه ويا الكرد على بقيه الوزارات، هيك التقسيم كان. سالم محمد موجود. قال يا ابو الكهرباء لا تاخذوها. قبل لا تكمل سالتك، انت دورتين لو دوره واحده؟ هسه تشرك على قضيه اتذكره ولازم اتذكره. انا شهر، انا سنه وتسعة اشهر و15 يوم بالبرلمان. اي الدوره الرابعه الخامسه الثالثه. اي قال يا ابو الكهرباء لا تاخذوها. العبادي. قال يا ابو ليش ما ناخذها؟ قال الكهرباء ماكو منها اليوم القيامه. هو رئيس وزراء، هذا رئيس وزراء بيده موازنات العراق العظيم، هو يقول لكم ايه. قال كهرباء ماكو منها اليوم القيامه، انسوها. هذا حديث رئيس وزراء، وكما استمعتم في المقطع يشار الى انه العبادي في هذه في هذا اللقاء حيدر العبادي، وان كان حتى المالكي لا فرق بين هذين الشخصين، لانهما تابعان لحزب الدعوه، حزب واحد اخرج للعراقي هذين الشخصين وتستنما منصب رئاسة الوزراء. وبغض النظر من هو صاحب هذا التصريح، فهي كارثة عندما يتحدث بها مسؤول صاحب أعلى سلطة تنفيذية في العراق. معنا السيد عبد الله من بغداد، تفضل عبد الله. مساء الخير أخويا محمد. مساء النور، أهلا وسهلا أخويا محمد. بالنسبة للتصريح عادل عبد المهدي، هذا كذاب، ما وراء لا يسوي كهرباء ولا كل، يعني قبل الوزراء كذبة وقال، وهذا الشهر الثاني قال احنا راح نكتفي بالكهرباء وراح نصدر. او طلع كذب، ما ينطون ساعتين ثلاثه ينطون والباقي كله. اخي هذول عصابه حراميه لصوص جايين التدمير البلد وسرقه امواله، بس ما يهم المرضى. هسه هذا ابو مستشفى الديوانيه يقول لك صار ساعه مقطوع الكهرباء، ابو البصره صار ساعتين. مستشفى جريمه، مستشفى يعني ماكو مولدات بها. بس اخي هو هذا يعني اكو ناس تجي تبني البلد، هذول جايين لا التدمير البلد بأمر من إيران، حتى يستوردون كهرباء من إيران، وحتى يجيبون حنطة من إيران، وحتى يجيبون كل شيء من إيران. إيران هي أمهم وأبوهم، العراق مجرد بند يأخذون من عنده يودون لإيران، ولا تتأملوا من هالعصابة المجرمة. عبدالله، يقول وزير الكهرباء لؤي الخطيب أن العراق وصل إلى القدرة لكي يزود كل محافظة عراقية بعشرين ساعة كهرباء يومياً، لكن المشكلة أن المناطق التي جرت بها عمليات عسكرية تم فقدان 18% من خطوط النقل لهذه الكهرباء. طيب بالنسبة للمحافظات اللي ما جرت بها عمليات عسكرية، ليش لغاية هاي اللحظة ما بها كهرباء؟ ما عندهم حجة يتحججون، لا يجوز يتحججون يقول لك فيضانات والسيول دمرت الشبكة الكهربائية بالمناطق. أخي كذابين ذول، والله ما ينتجون ولا يسوون ولا ذول، ما يسألون يقودون قطيع مال غنم. بس شو تسوي؟ هذول يعني ناس عصابه ومجرمين. من يقودنا؟ المالكي لو العبادي لو الحكيم لو هذا العامري كهرباء؟ شركه اجيبها، شركه اجنبيه كنديه امريكيه بريطانيه تنصب كهرباء خلال ست اشهر، خلال ست اشهر تنطي العراق كله كهرباء. بس طيب اخي هم، ولكن هل ستعمل هذه الشركه الاجنبيه، يعني هم ستعقدوا مع سيمنز المانيه، هل ستعمل هذه الشركه الاجنبيه في العراق في ظل وجود هذه الاحزاب وهذه الميليشيات وهذه الحكومه؟ لا ما تعمل. يعني قصدي يعني لو حكومه جاده وحكومه قويه ولها سلطه قويه وتلزم اي واحد اللي يخالف ذبه بالسجن، ما تشتغل لا هالسيمنز ولا غيرها، لان هم هو القاضي وهو الجلاد، يعني هو اللي يبوق وهو اللي يحكم على نفسه. شلون تجي يعني يحمي الشركه هاي؟ هم يجيبوها كديكور، يقول لك احنا جبنا شركه وما قدرت لان يعني بسبب المشاكل وفيضانات وداعش وما اعرف ايش. هم كذب، هم كلهم يلعبون بيها. طيب الناس ده تطلع تظاهرات يا عبد الله في بغداد وفي بعض المحافظات العراقيه الاخرى، طبعا غضبا بقضيه او تجاه قضيه انقطاع الكهرباء المستمر وتزامنا مع ارتفاع درجات الحراره في العراق. انا طرحت سؤالا في بدايه هذه الحلقه عن موسميه التظاهرات في العراق، يعني اذا حدثت امطار وفيضانات خرج الناس بتظاهرات، واذا ارتفعت درجه الحراره خرجوا بتظاهرات، ثم بعد ذلك تفض هذه التظاهرات.
هل سيبقى العراقيون يعتمدون على هذه المطالب الخجولة بقضية كهرباء وقضية تبليط شارع، أم أن المظاهرات يجب أن تكون أشمل لإزاحة من هم في السلطة الآن الذين هم السبب الرئيسي طبعا في كل ما يحدث للعراقيين؟ وهذا صحيح، المفروض هم يطلعون التغيير وإزالة هذول العصابات المجرمة، لأن يعني أنا ماكو مجرم يصير يعني هو الشرطي وهو القاضي، مستحيل. فما وحرامي ما ينطي، الحرامي ياخذ هو يسرق، يريد ينطي الناس ما ينطي. فالمفروض هاي المظاهرات على مود تحسين الوضع وتحسين الكهرباء. البصره ايش قد تظاهرت وايش قد سوت وايش قد راح منها قتله وايش قد راح منها هذا ناس استشهدت وراح كذا، وكل شيء ماكو لا مي لا كهرباء. المفروض ايد واحده يغيرون هذه العصابه المجرمه كلها، يقشونها بذاك الوقت يجي حاكم يقدر يوفر لهم اللي يريدونه، ولا هذول الميت لا من تترجى من وراهم اي خير، لا يقدمون اي شيء للعراق، مستحيل. منا 20 سنه اذا ظلنا طيبين اواشك اذا قدموا فد شيء بسيط للعراقيين. شكرا جزيلا سيد عبد الله، كنت معنا من بغداد. طبعا مشاهدينا الكرام، مظاهرات شعبيه انطلقت في محافظه ميسان احتجاجا على تردي الخدمات الاساسيه وطبعا انقطاع التيار الكهربائي، وكان العنوان الرئيس لهذه المظاهرات نظرا لانقطاعها وغيابها لساعات طويلة، وكما شاهدتم في بعض المقاطع التي عرضنا وهي شيء بسيط من حجم المعاناة الحقيقية التي يعيشها العراقيون. قضية انقطاعها عن مستشفيات يرقد فيها مرضى قد يكون بعضهم بين الحياة والموت، قضية انقطاع الكهرباء عن الأطفال ومدى معاناتهم في هذا الحر الشديد، وكثير من القضايا الأخرى التي يعاني منها العراقيون بسبب غياب الكهرباء لمدة 16 عاما منذ الاحتلال عام 2003 وحتى هذه اللحظة غائب الكهرباء عن العراقيين. طبعا لدينا أيضا إعلان من هيئة النزاهة البرلمانية ذكرت أن هناك شبهات فساد في عقد تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية في محافظة ميسان. أوضحت النزاهة أن تحقيقاتها الأولية أشارت إلى وجود شبهات فساد وهدر بالمال العام في العقد الذي بلغت قيمته ما يزيد عن 22 مليون دولار، وأضافت أن التعاقد تم خلافا لتعليمات العقود الحكومية وبكلفة عالية وبطريقة احتكارية دون وجود منافس منافسة من شركات أخرى. أيضا لدينا مظاهرات خرجت في محافظة البصرة كذلك على قضية الكهرباء، وعرضنا لحضراتكم جزءا كذلك من معاناة أهالي محافظة البصرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وغيابه عن المحافظة. لدينا رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخ محمد ولصوت الحق الناطق بمعاناة العراق. الأزمات استفحلت بالعراق في ظل حكومات تابعة لجارة السوء إيران لم توفر وظائف وتعليم وصحة وغذاء ومياه وكهرباء. أزمة الكهرباء ضمن أزمات كثيرة تواجه العراقيين خلال الصيف، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ميليشيات الحشد الطائفية المجرمة تصول وتجول وتقتل وتفتعل أزمات كثيرة. لذلك وجب إبعاد السياسيين الفاسدين ليتسنى إيجاد ثلة خيرة من الوطنيين لمنظومة الحكم الوطني ولمحاسبة السراق للسرقات والنهب والفساد والواقع المؤلم. يتساءل: أين تلك الوعود التي تعد بها حكومات جارة السوء إيران بحل أزمة الكهرباء ومشاكل انقطاعها في الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة؟ هي وعود ذهبت منذ 16 عاما أدراج الرياح. هكذا يرى السيد مبروك من الإمارات بقضية الكهرباء، وعود حكومية كثيرة أطلقت منذ 16 عاما. كل مسؤول يأتي ليتسلم منصب إن كان وزير الكهرباء أو إن كان رئيس الوزراء يتحدث عن الضرب بيد من حديد، ويتحدث عن محاسبة الفاسدين، ويتحدث عن التطور والتنمية والازدهار الذي يعيشه العراقيون، وكثير من هذه الخدع التي كان الهدف الأساس منها هي التلاعب بعقول الناس البسطاء وإقناعهم أن العراق بلد مزدهر وهو من أفضل بلدان المنطقة. كانت هذه طبعا الشعارات، وكل انتخابات كنتم تشاهدون وتستمعون إلى الوعود وإلى الشعارات التي رفعت وخطت في الشوارع للوعود الحكومية لمسؤولين تسلموا المنصب بعد ذلك ولم يرى منهم العراقي أي شيء. معنا السيد أبو عمر من كردستان. أبو عمر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ
استاذ محمد بالنسبه يقولون ايران تصدر 1300 ميجا واط للعراق كهرباء. نعم. طبعا هاي قسما عظما هاي اكبر كذبه. زين، اولا احنا ما عندنا شبكات اتصال ويا ايران. صريح العباره، وما عندنا هذه الخطوط القويه كلها تعبانه مهترئه ما تتحمل خطوط الضغط العالي. انت ما تهد ضغط واطي 11 فولت. انت تهد 33 ألف فولت مثل ما يقول على كل خط جدلون يتحمل هذا يا عندك فهذا كذبة. يعني إذا يهدون يقسموها على شبكات ديالة وكوت وعمارة وبصرة، هاي المناطق بعضها بها شبكات، إذا يهدوها يهدون إلى حد 400 كلها تجمعها 400 ف900 800 ميجا واط. هاي كلها كذب بكذب محسوبة علينا فلوس وهي ما تجي، كلها سرقات إرضاء لسيدهم العجمي. سيدهم العجمي استاذ هو لازم يرضى. ثانيا يقول لك احنا نستورد الغاز، انت شنو عندك انابيب نقل نفط غاز من ايران؟ اي انبوب انابيب عندك نقل غاز تستورد 28 مليون متر مكعب في الشهر في السنه؟ هذه هم كذبه سرقات، هو كلها مساله فضائيه مو مساله هذا استاذ محمد. يعني هل يعقل بلد لغايه عام 2014 أنفق بحسب التقارير الرسمية الحكومية أكثر من 41 مليار دولار أمريكي على قطاع الكهرباء وهذا هو الحال؟ لا توجد خطوط نقل بحسب تصريح وزير الكهرباء، طبعا هو برر الموضوع بالمعارك مع داعش، لكن قبل ذلك أين أنفقت هذه الأموال وأين الكهرباء بعد إنفاق هذه الأموال؟ هذه سرقت العدو من يقول لك 1000 مليار وأكثر من 1000 مليار 1500 واصل للأزيل استاذ محمد، مو مسألة 1000 مليار. يعني هاي من سرقها؟ أنا لو كانت رافدين احترامي لكم، من اللي سرقها غيرهم؟ هم اللي قاموا بترتيبها. يا ولي يفتح ملف يقول طلع ملف فلان، هذا يجي يفتح ملف، هم من يفتحون ملفات على شنو يفتحون ملفات؟ يساومون عليها مو حبا بهذا وذاك، لا حد يطلع من عندهم يبيع الشرف، والله العظيم ولا واحد فيهم عنده شرف. زين، قام احترامي لك ولا احد يملك لا غيره، بس العيب مو عليهم، العتب على اللي يسلم الشرف والكرامه الانسانيه الشخصيه اللي يسلمها الكرامه الوطنيه والقوميه والعشائريه والهذوله وجاي هسه يعتب عليهم. انت سلمت جردت نفسك من هذه الكرامات، انت على شنو جاي تعتب عليهم؟ مو هاي هي النتيجه طلعت، النتائج تطلع يوم بعد يوم بعد اسوء واسوء. انت وصل الفضائيين بالسجون يا استاذ محمد، الفضائيين وصلوا بالسجون، يقول لك 2000 سجين عندي، هو كاتب 20,000 سجين، ياخذ حصة الفطور، حصة الغذاء، حصة العشاء. طيب. سجين هذا 10 أضعاف، يعني 18,000 سجين ياخذ أموالهم باليوم الواحد، هاي وين تروح الأموال؟ هاي ما عدا القبور الوهمية داخلون عليها فلوس، الوقف الشيعي صار عندنا 700 قبر، هم 6-7 أئمة ويا الرجل داخل بالسرداب. طيب. وضحت فكرتك ابو عمر، اشكرك للمشاركه. احمد من بغداد، تفضل احمد. اهلا سيدي رسول الجهاد. اخ احمد تفضل من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيوني عمود الكهرباء، والله الكهرباء ساعتين على ساعه برمجيه ماكو، جاي مرات تجي نص ساعه ويطفونها ساعه ونص. ايش قد تجيك؟ ايش قد تجيك حضرتك من بغداد صح؟ ساكن في بغداد. اي من بغداد. ايش قد تجيك باليوم الكهرباء؟ ساعتين مرات، ومرات ما يجيبوها ساعتين بساعتين، 5 دقائق ويطفونها. يطفونها 5 ساعات يلا تجي، مره ثانيه ساعتين. يعني خلينا نقول مثلا ايش قد تجيك باليوم 24 ساعة؟ تجيك مثلا 3 ساعات ساعتين؟ لا تجي بس 6 ساعات. 6 ساعات. طيب مرات. بقية اليوم شلون مقضيها؟ والله بغيت اليوم شلعان القلب على السحب، والسحب هم مو زين، وكهرباء هي تعبانه بها نقص فيزات. طيب. نواه كهرباء مضبوطه. برايك لما يخرج مسؤول بحجم رئيس وزراء يقول الكهرباء ما تجي اليوم القيامه، هذا شنو الرد عليه يكون؟ والله ما هذا مسؤول، هذا يعني مسؤول، هذا اعلى مسؤول في العراق اصلا. يعني على مسؤول، ما اعرف شو اجاوبه وش اقول لك. يعني من يقول لك المسؤول انه الكهرباء ما تجيك اليوم القيامه، انت المفروض كمواطن شو تسوي بحالك؟ اروح انتحر. طيب. هناك مسؤول اخر
حول الموضوع الخطوط في العراق إلى خطوط ذهبية حسب ما تسمى في محليا. الخطوط الذهبية حسب ما هي متعارف عليها في العراق هي خطوط تعتبر أغلى من الخطوط العادية. طيب إذا كان المواطن العراقي ستفرض عليه موضوع الخطوط الذهبية، من أين سيأتي بالمال وهو في حالة فقر؟ الآن العراق فيه ملايين الفقراء. يروح يبوق يضطر يبوق، يضطر يبوق. يسلب هاي العالم. هيش قام يسوي العالم، قام يسلب بالله، واحد يسلب بالله، واحد ياكل الله. مو عبالك عراقيين يعني هذا إجبار الناس على ارتكاب الجرائم. ارتكاب جرائم اي بالضبط. هي على الحكومة تخلي واحد يرتكب جريمة. طيب زين فاتح. أنا أشكرك عيوني. شكرا أحمد، شكرا. وضحت الفكرة ووصلت الرسالة. وللأسف يعني عندما يقع الظلم على فئة أو طبقة أو شريحة معينة من المجتمع في أي مكان في العالم ستتولد لديهم أحقاد، سيتولد لديهم الغضب. طبعا من المفترض أنه أو من الطبيعي أن نرى بعد كبت كبير وبعد ضغط كبير من قبل مسؤول يعني إجبار العراقي على التعايش مع حالة من الغلاء ومع إفقار متعمد ومع خطوات تصعب الحياة على المواطن العراقي. يعني عضو مجلس محافظة بغداد نسرين جواد ذكرت أن رئيس المجلس رياض العضاض اتخذ قرار وصفته هي بأنه مخجل بقضية توحيد الخطوط لتصبح خطوطا ذهبية. الخطوط الذهبية لمن لا يعرفها هي خطوط تكون أعلى تكلفة، طبعا مولدات خاصة وليست كهرباء حكومية، تكون أعلى تكلفة من الخط العادي وبمبلغ قد لا يمتلكه الكثيرون. الهدف منها تقال بأن أو تسمى ذهبية لأنها ستأتي بكهرباء أفضل أو أكثر ربما بالكمية. لكن من الذي لديه القدرة على الحصول على هذه الخطوط؟ من كان لديه القدرة بشق الأنفس أن يحصل على خط عادي من مولدة في منطقته قد لا يستطيع أن يحصل على الخط الذهبي. ولماذا أصلا يلجأ المواطن العراقي إلى البحث عن مولدات وعن خطوط في بلد يعوم على بحار من النفط، وفي بلد لديه مليارات الدولارات التي تمكنه من أن يصبح مصدرا للطاقة الكهربائية؟ ليس فقط الموضوع يقتصر على شراء مولدات. العراق فيه أنهار، العراق فيه يمكن أن يكون فيه السدود تولد الطاقة الكهربائية، كثير من الأمور الأخرى التي تساعد في إنتاج الطاقة الكهربائية، درجات الحرارة المرتفعة، سحب الطاقة الشمسية عن طريق أجهزة معينة تولد أيضا الطاقة الكهربائية، الرياح كذلك، كثير من هذه الإمكانيات التي تولد الطاقة الكهربائية بتكاليف ليست عالية. لكن مع من تتحدث عندما يخرج مسؤول بصفته القائد العام للقوات المسلحة وأعلى سلطة تنفيذية في البلد والمسؤول عن الوزراء وكذلك بيده السلطة التنفيذية أن يتحدث ويقول بأن الكهرباء لن تأتي إلى يوم القيامة؟ فماذا عن المسؤول البسيط وماذا عن المواطن الذي يذهب ضحية هذه التصريحات؟ سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نذكر أن بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا رسائلكم النصية، لكن لا يمكن لهذه الخدمة أن تستقبل الاتصالات. نبقى في إطار موضوع أزمة الكهرباء في العراق بعد 16 عاما على
الاحتلال الأمريكي والغزو وتدمير هذا البلد وقدوم حكومات ما بعد الاحتلال التي تسلمت كل المناصب الموجودة في العراق، لم تأتي الكهرباء مع الوعود الأمريكية بالحياة الأفضل وبالديمقراطية وبهذه الوعود الأحلام الوردية التي كانت تنشر على القنوات الفضائية وهذا الترويج الإعلامي. وكذلك عندما جاءت حكومات ما بعد الاحتلال، حزب الدعوة ومن معها من هذه الأحزاب التي يقال عنها إنها إسلامية، لم تأتي الكهرباء ولم تصل إلى بيت المواطن العراقي. ربما استمعتم إلى السيد أحمد من بغداد، قد تكون العاصمة بغداد تأتيها الكهرباء بضع ساعات، ويقول بأنه هناك أيام تأتي الكهرباء خمسة دقائق أو خمس دقائق وتغيب اليوم الباقي. يعني المشكلة حتى وإن كانت العاصمة مركز السلطة لا استثناء لها، لأنها جزء من بلد مدمر، بلد منهار يعاني فيه المواطن العراقي على كافة الصعد، والكهرباء جزء أساسي من هذه المعاناة التي يعانيها المواطن العراقي. النائب عن تحالف سائرون رعد المقصوصي يؤكد وجود إهمال متعمد في قطاع الكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وذكر أن الكهرباء منطقة النهروان تعاني من انقطاع متكرر في عدد من الأحياء بسبب درجات الحرارة العالية وعدم وجود أجهزة، موضحا أن منطقة النهروان بحاجة ماسة لأيد مخلصة تعمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وتقديم خدمات للمواطنين لمواجهة فصل الصيف اللاهب. طبعا النائب رعد المقصوصي يتحدث وهو جالس تحت تكييفين، ربما جهازي تكييف أو ربما أكثر. كل المسؤولين الموجودين في السلطة الآن في العراق بغض النظر عن نوعية التصريح الذي يخرجه، نعم قد يكون تصريح مفيد لوسائل الإعلام المناهضة لهذه العملية السياسية وتخدم قضيتها، لكن من يتحدث هو جزء مشارك في هذه العملية السياسية، هو جزء أساس في هذه العملية السياسية، هو عضو من الأعضاء الذين دمروا هذا البلد بحسب ما يقول العراقيون، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة ساهمت على تدمير البنية التحتية لهذا البلد، وعلى تدمير النسيج الاجتماعي، وعلى تدمير الخدمات، وعلى إفقار الشعب، وعلى إذلال الشعب. يعني بغض النظر المسؤول هو لا يحمد على تصريحه لأنه جزء لا يتجزأ، هو يقول فقط أو ينقل جزءا من الحقيقة المتعارف عليها لدى الجميع. النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي تقول أو تحذر من أن كل العوامل تشجع على إيقاد نار التظاهرات مجددا في محافظة البصرة، وتوضح أن ارتفاع نسبة البطالة وتردي وقع الكهرباء عاملان أساسيان لعودتها إلى المحافظة. قالت الحامدي أن نسبة البطالة في محافظة البصرة بلغت أكثر من 40%، والنسبة في ارتفاع مستمر ما لم توفر لها درجات وظيفية. كذلك موضوع الكهرباء هي أزمة لم تحل حتى هذه اللحظة. أبو علي من لندن، تفضل أبو علي. بعد التحية أخي محمد، سلام لكم من قناة الرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي محمد. يعني عجيب، بعد منين نبدي؟ من أي كلام؟ بس أنا أقول إذا بلد القلم يكون بيد جاهل والسلاح بيد مجرم والسلطة بيد سارق وتافه والمنبر يعتليه معمم فاجر، يعني معنات هذا البلد لا يصلح لحياة البشر أخ محمد. لا يصلح لحياة البشر يا أخي. الشعب ايش ينتظر؟ يعني نستورد لهم شعب جديد عنده كرامة وعنده روح للوطن وعنده مواطنة؟ أخ محمد من قبل هذا هو سؤالنا. إلى متى تبقى التظاهرات في العراق موسمية؟ يعني ترتفع الحرارة طلعوا شوية وبعدين رجعوا لبيوتهم. هو هذا السؤال محمد، ليش قابلين بالذلة سؤال محمد؟ يعني أي بلد يعاني مثلنا مثل العراق بالكهرباء؟ أي بلد؟ هم يقولون سؤال محمد، هم يقولون المليارات اللي صرفت على الطاقة الكهربائية يعني تبني بلدان اثنين بالمليارات سؤال محمد، 60 مليار. يعني أي غش وأي استهزاء بالشعب؟ يعني ما يقولون فلوس الكهرباء سالم محمد كلها لإيران أخي. أخي سالم محمد صدقني بالله العلي العظيم، كل الموارد العراق كلها ذهبت إلى إيران. برأيك أبو علي علاج مشكلة أو أزمة الكهرباء في العراق الآن عندما نتحدث عن موضوع تظاهرات،
برأيك كيف يمكن أن تعالج هذه المشكلة؟ يعني علاج الناس، علاج الناس إذا صح التعبير، ما هو لكي تستمر هذه التظاهرات وتكون أشمل من المطالبة فقط بقضية الكهرباء؟ أستاذ محمد، ما معقولة هاي الشركات بالعالم، شركات الكهرباء، محطات تصنع محطات، ما معقولة أستاذ محمد. أريد عراقي شريف من مواليد فوق الأربعين سنة يذكر الحرب العراقية من صار الاحتلال مال الكويت، قبل الاحتلال مال الكويت بالتسعين، انضربت الكهرباء وتدمرت الطاقة الكهربائية بالعراق، ليش رجعت بعد 15 يوم؟ نعم ليش مو نفس الشعب ونفس البلد؟ يا سلام محمد، يعني عجيب هاي البلد، هذا عجيب. هم يعرفون الشعب، يعرفون هم مسروقين، يعرفون مخشوشين، يعني كم دروب سلام محمد الشعب ينتظر الآلام والأوت، يعني شعب لا يهز الجوع، لا يهز كهرباء، لا يهز مرض، يا أخي المتسولين، تفكك الأسري، يا متى العراق صار فيه حشيشة؟ متى أستاذ محمد؟ أنا أشكرك أبو علي، شكرا جزيلا للمشاركة. أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله. هاي بالنسبة لقضية الكهرباء صارت معجزة على العراق، لأن العراق بلد هو منهوب بكل شيء يعني، وما بيث العقول اللي تقدر تدير هاي العملية، عملية الطاقة وكذا، هذا كله استنزاف لأموال الدولة وبوقها وكذا، وعقود فلان شركة وفلان شركة، يقشمرون على هذا الشعب، لأن هذا الشعب يعرفوه هو أصلا ما يريد حقه. شعب يعني الشعب ما يريد حقه، شعب ساكت عن كل شيء، يقطعون عنا الحصة التموينية ساكت، يقطعون عنا الكهرباء ساكت. هذا كلام خطير أن يشار إلى الشعب أنه لا يريد حقه. أبو أيسر ما يريد حقه هذا الشعب، لا يريد حقه، كان طلع عن بكرة أبي مظاهرات مثل باقي دول العالم في السودان وكذا، حتى يرفع هذول الفاسدين من العملية السياسية، بس هم واحد حشاك تافل بحق الله. بس أكو نقطة يا أبو أيسر، نعم. العراق يختلف بها عن دول المنطقة التي هبت فيها هذه الثورات. العراق لا يسلط عليه الضوء إعلاميا، أقصد عربيا أو دوليا. العراق يقمع المتظاهرون بالرصاص الحي، وتحصل مجازر ولا أحد يتحدث عنها إلا من اضطر. نعم. وهذه مشكلة، هذه أزمة أيضا يخاف منها العراقيون. يا أخي إحنا أبسط شيء، إحنا عسكريين، إحنا اتركنا عن شغلة الكهرباء. إحنا والله يا بليش ما تطونا هاي المكافأة الخدمة، هاي خدمة، إحنا خدمنا 30 البلد 30 إلى 40 سنة. نعم. والله أنت يا بأجهزة قمعية قاعد واحد بهيئة التقاعد. هذا من جماعة بدر يتحكم، حتى طلع علي هذا بالبرلمان رعد الدهلكي. نعم. قال لي يا با شنو انت، دولة حتى تستثني هذا وتطل هذا؟ فهذا طيب. بلد كله فساد وكله مشاكل أبو أيسر أنا أشكرك شكرا جزيلا المشاركة، وضحت الفكرة. نقرأ بعض الرسائل التي وردت. متابعيكم من ولاية فيرجينيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إصلاح الكهرباء سيتم عندما نتخلص من سراق العراق، وحتى أحكي بالعراقي هم شفتوا حرامي يفتح الضوء ويبوق. تدمير منظومة الطاقة الكهربائية وعدم إصلاحها من ضمن الخطط الممنهجة لتعطيل نهضة العراق ومنعه من اللحاق بركب التطور. أيضا رسالة أخرى يقول أحد سعد من السعودية، يقول علمت هذه الحكومة المجرمة أن هناك مجتمع دولي حقير يعينها أو يعينها على إجرامها في حق شعبها، والله لن تبقى هذه العصابة الفاسدة. معنا أحد المشاركين، أبو محمد من الديالة، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ العزيز؟ شو صحتك؟ حياك الله أبو محمد، تفضل. أنا أشكر قناة الرافدين على حسن جهودها للشعب العراقي والسباقة بكل شيء، الله يحفظ قناتها وكادر قناتها يا ربي. شكرا جزيلا أبو محمد. تفضل أبو محمد أسمعك. أستاذ الكهرباء يعني صارت فد معضلة بالعراق الكهرباء. نعم. يعني هاي صار لنا احنا من سنة
من 2003 لحد 2019 ومقبلين على 20 ان شاء الله. احنا ما شفنا فتح تحسن بالكهرباء. انا من 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 عايش بتركيا. نعم. ما شاء الله على النبي كهرباء مستمره ما تنقطع وباستمرار، بينما تجي بلد بلدنا العراق بلد الخير بلد البترول بلد النفط كهرباء ما نلقى به. وهي المسألة مسألة كهرباء، مسألة أكبر من مسألة كهرباء. كهرباء يعني صارت أكبر إلى أي حد؟ يعني وضح لي أكثر موضوع أنه هي المسألة أكبر من مسألة كهرباء. هاي كل شيء مرتبط، شيء مرتبط بشيء، شيء مرتبط بالأمن. الأمن ما موجود، يعني هل يا ترى اليوم أنا أبني بيت وبدون شبابيك ما ترهم؟ نعم. يعني هل يبني أبني بيت وبدون باب؟ إحنا هسه نفس الحالة جاي نعيش، بلد تحكمه ميليشيات، بلد تحكمه ناس جاية من الخارج جاي تحكمه، فما يحب تصير كهرباء، ما يحب تصير به خدمات. شنو الأذية اللي حتعود على المسؤول إذا وفر للناس شوية كهرباء وشوية ماء صالح للشرب وشارع مبلط ومستشفى نظيفة؟ وين الضرر اللي حيعود على المسؤول؟ بالعكس حيحبب الناس به. ليش الاستمرار بتحقيد الناس تجاه هذه السلطة، إفقار الناس، الضغط على الناس؟ يعني ليش هاي التصرفات اللي تظل الذل وتهين بالمواطن العراقي؟ اليوم احنا كليتنا المتمكنين والغير متمكنين طقت روحها، مرارتنا طقت، يعني الناس قامت تتجه الى دول الجوار. ابسط شيء دول الجوار هي مسألة انقطاع الكهرباء ومسألة الخدمات، ما عندهم هذا الشيء، هذا الشيء منسي. سولف لي شلون دا يبنون بنيان عالي، شلون دا يسوون خدمات، شلون يزيدون من إمكانية الطاقة الكهربائية. تجي سنغافورة هسه واصلين المرحلة بأنه الكهرباء عن طريق مكرم السامع عن طريق الزبالة. كثير من الوسائل، أبو محمد أشكرك للمشاركة، كثير من الوسائل التي يستطيع أو تستطيع من خلالها أي دولة أو أي حكومة أن توفر طاقة كهربائية لبلدانها. الطاقة الشمسية الموجودة الآن في العراق واستغلالها بعملية امتصاص الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية في العراق ستنجح بشكل كبير، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ووضوح الشمس وأشعاتها. تحدثنا قبل قليل، قلنا قضية المياه، العراق فيه المياه التي إن بنى السدود ستولد الطاقة الكهربائية، الرياح كذلك، المخلفات، الفضلات، أجلكم الله، كثير من هذه الأمور التي تمكن الدولة من توفير الطاقة الكهربائية. طبعا هذا الموضوع ده نتكلم احنا عن الموضوع المواضيع البسيطة. العراق لديه القدرة المادية أن يشتري أضخم المولدات أو أن يصنع مولدات كهربائية، لديه مصانع، لكن لا يوجد استخدام أو استغلال لثروات هذا البلد بالشكل الصحيح. كل المشاركين الذين اتصلوا بنا والذين تواصلوا معنا ومن سيتصل غدا ومن ربما اتصل سابقا أجمعوا على أن ما يحدث في العراق هي سرقة لقوت الشعب، سرقة للمال العام. القائمين على السلطة الموجودين الآن في العراق والسابقين، وربما إن لم تتحدث أو إن لم تتحدث تتحسن عفوا الأحوال سيستمرون بحكمهم. هؤلاء هم الذين يقومون بسرقة المال العام، هؤلاء الذين سرقوا أكثر من 1,000 مليار دولار، يقال بأنها 2,000 مليار دولار من خزائن العراق ومن أموال العراقيين، وأفقروا الشعب بهذه الطريقة. ولكن نعود إلى نقطة هامة وهي تحرك الناس وخروجهم بمظاهرات ورفضهم لما يحدث. حتى هذه اللحظة كل ما خرج إلا بعض المظاهرات التي قمعت بقوة السلاح لقوتها وتأثيرها، باقي المظاهرات كانت خجولة جدا. بعض المظاهرات كانت محركة من قبل أشخاص يحسبون نفسهم على طبقة المعممين أو رجال الدين، الذين أثبتت هذه المظاهرات أنهم مقادون من دول إقليمية أخرى، وغيرها من المظاهرات التي خرجت في محافظة البصرة، نعم استمرت، نعم سقط فيها قتلى وجرحى، ولكن لم تؤخذ حقوقهم وترك دماءهم على الشوارع.
والآن كما تلاحظون البصرة تخرج بها مظاهرات خجولة. كان يعول على محافظات الجنوب العراقي التي تعاني أكثر المعاناة والتي يقع عليها ظلم نتيجة فقدانها للخدمات. نحن بعيدا عن العملية العسكرية نتحدث عن الحياة العادية. هذه المحافظات لم تطأها أقدام تنظيم الدولة ولم تحدث فيها عمليات عسكرية، فيعاني معاناة الناس بهذه المناطق هي جريمة بحقهم من قبل القائمين على السلطة. والسؤال الذي يبقى، إلى متى ستبقى هذه المحافظات صامتة تجاه من يتحدثون عن تمثيلهم لها، من يتحدثون عن تمثيلهم لهذه الطائفة أو تمثيلهم لهذه المحافظة، هؤلاء الذين يتسلمون المناصب الرسمية الموجودة في السلطة؟ أبو طه من بغداد، تفضل. أبو طه. عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لك ولقناة الرافدين الشريفة. حياك الله. حياك الله. أستاذ محمد، يعني إحنا دنعاني اللي ما حد يعاني بكل العالم. نعم. بالنسبة للكهرباء. يعني دولة صار لها 16 سنة ما تقدر توفر كهرباء للمواطن، وهاي أبسط حقوق المواطن العراقي. زين، تطلع مظاهرات اعتقالات. لو غاز مشل الدموع. شنو بقى هاي الحكومة يا أخي يا محمد؟ نعم. اللي هيعرف يدبر أموره ويدير دولة ياخذ ملابسه ويطلع الله ومحمد وحلوياه. احنا مشكلة بيهم بلوة. أطفالنا قاعد تموت من الحرب. يعني احنا وين وصلنا؟ قمنا نبدل البشرات ونتغطى بيهم من شدة الحرب. نعم. هم قاعدين على التبريد وماذا يحسون بالمواطن هاي المظاهرات. زين، يعني حشاك انت حشاك انت يباعون على المظاهرات ويضحكون علينا، يقول بعد شلون ذليناهم، بس ان شاء الله ما يذلونا، ان شاء الله نذلهم هم واللي جابوهم. ابو طه انا اشكرك، كنت معنا من بغداد. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع من منبر الرافدين. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.